مايكروسوفت أخيرا تقطع الشك باليقين وتعلن عن المواصفات الرسمية لجهازها القادم اكس بوكس سيريس اكس. الجهاز راح يكون خارق مع معدل عمليات يصل الى 12 تيرا فلوب، وهذا بفضل معمارية RDNA 2 الجديدة. مايكروسوفت اعلنت ايضا ان الجهاز بيدعم الري تريسنج عن طريق العتاد او الهاردوير. ايضا اعلنوا انه بيدعم واحدة من احدث التقنيات وهي فايربل ري شيدنج. ايش الهدف من هذه التقنية؟ التقنية هذه بترفع من جودة المنظر اللي انت قاعد تشوفه كلاعب او البيئة اللي انت قاعد تناظر عليها. ليش؟ وتنزل جودة باقي الأشياء الثانية اللي التصوير مو جاي عليها عشان تركز على الأشياء اللي انت تشوفها وترفع جودتها بدون ما تأثر على اللي انت تشوفه كلاعب. نقطة ثانية أعلنتها الشركة وخاصية مهمة هي متابعة اللعب بسرعة. معناتها إيش؟ شغلت لعبة معينة؟ تشغل لعبة ثانية؟ ما يحتاج تكفل اللعبة الأولى، تقدر تشغل أكثر من لعبة وتكون موصل فيهم مكان معين وترجع لهم بسهولة وسرعة كأن اللعبة ما قفلتها، وهذا الشيء ما كنا نقدر نسويه في الأجيال الماضية. تتذكرون مسلسل كارتون نتورك المشهور ساموراي جاك؟ المسلسل بيحصل على لعبة أكشن جديدة من شركة أدلت سويم جيمز، وبيكون اسمها ساموراي جاك باتل ثرو تايم، وبتكون من تطوير الفريق الياباني سوليل اللي اشتغل قبل على لعبة الأنمي بوروتو الأخيرة. والفريق يتكون من نخبة من المطورين اللي عملوا على ألعاب أكشن أشهرها نينجا جايدن، حاليا ما لها موعد إصدار محدد غير أنها راح تتوفر لنا في صيف 2020 على جميع الأجهزة المنزلية والبي سي. فريق التطوير الشهير سي دي بروجكت ريد اللي يعمل الآن على لعبة من أقوى الألعاب المنتظرة سايبر بانك 2077 كان لهم إعلان مهم خلال الفترة الماضية، وإيش هو؟ قالوا أنهم راح يدعمون خاصية سمارت ديليفري. إيش هي سمارت ديليفري هذه؟ هذه خاصية أعلنت لجهاز إكس بوكس سيريس إكس القادم. إيش فائدتها؟ خلينا نقول إنك تملك جهاز إكس بوكس ون إكس العادي الحالي الموجود الحين اللي ينباع في السوق، وشريت عليه لعبة سايبر بانك، وبكرة مستقبلاً جاء فريق التطوير هذا نزل اللعبة على جهاز مايكروسوفت الجديد إكس بوكس سيريس إكس. بالعادة أنت هنا راح تشتري اللعبة من جديد عشان تلعبها على الجهاز الأقوى وتستغل القدرات التقنية الجديدة، لكن مع تقنية سمارت ديليفري تشتري اللعبة على إكس بوكس ون تطلع لك على إكس بوكس سيريس إكس في نفس حسابك وتلعبها بعد ما ينزل النسخة المطورة فريق التطوير. ما يحتاج بعد الآن تشتري نفس اللعبة مرتين. هذه خاصية جديدة جاية فيها مايكروسوفت، لكن سي دي بروجكت ريد أول من أعلن إنه راح يدعمها. هل باقي الشركات بتتبعهم؟ وهل المنافسين بيقدمون خدمة منافسة؟ بنشوف وننتظر. سمعنا كثير عن أن SSD تقنية التخزين الجديدة اللي بتكون في الجيل القادم راح تفيد الألعاب بشكل كبير، لكن الواضح أن هذه الفائدة مو بالشكل اللي تصورناه، يعني ما تنطبق على جميع الألعاب. فحسب كلام مطورين من فريق تورن بانر ستوديوز قالوا أن هذه الفائدة أو SSD راح يخدم ألعاب العالم المفتوح تحديداً، أما تأثيره على باقي أنواع الألعاب بيكون شيء مو بالشكل اللي تخيلناه، يعني تأثير بسيط. بالنسبة لنا شيلونا اللودينج والتحميل من الألعاب وإحنا راضين. إذا ما شفتوا الفيديو للآن لا يفوتكم تجربتنا للعبة Resident Evil 3 المنتظرة واللي سجلنا فيها لكم لقطات كاملة لنظام اللعب. عاد اليوم عندنا لكم خبر رهيب جدا، هو أن شركة كابكوم راح توفر ديمو للاعبين لتجربة اللعبة قبل ما تصدر لنا الشهر الجاي، لكن الشركة ما حددت للآن موعد الديمو. توقعوا الإعلان في أي لحظة، واللي يحب يكون أول بأول بأخبار الألعاب ننصحكم تتابعوا موقعنا وحسابنا في تويتر اللي ينزل الأخبار أول بأول. مشتركي خدمة إكس بوكس لايف جولد في شهر مارس راح يحصلون على ألعاب مجانية مميزة. على الإكس بوكس ون راح تتوفر لعبة تيلتيل باتمان وشانتي هاف جيني هيرو، بينما ألعاب الإكس بوكس 360 اللي أيضا تقدر تلعب على الإكس بوكس ون بتكون سونيك جينيريشن وكاسلفانيا لورد أوف شادو 2. شرايكم في قائمة هذا الشهر المشتركي الجولد؟ أعطونا رأيكم في التعليقات.